كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. أيها الحضور الكرام، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني الحضور في هذا الجمع الكريم، وأشكركم جزيل الشكر قبولكم دعوتنا للمشاركة في هذا البرنامج الفكري الذي يتناول موضوعا أساسيا يتعلق بدور المرأة في المجتمع. لا شك في أن هناك نظريات ومكاتب فكرية متنوعة في المجتمع الإنساني عن دور المرأة، حيث لا مجال للخوض بها، ولكن للإسلام نظرته الخاصة بهذا الموضوع، وهي منظومة فكرية كاملة يتم فيها تحديد الموقع والمسؤولية والدور للرجل والمرأة، حيث هذه الأمور ليس لها دور في التفاضل بين الجنسين، لأن الله تبارك وتعالى يقول في ذكره الحكيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر والأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل الشكر لدولة إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، الدولة القوية، أسأل الله أن تكون راياتها على الدوام مرفوعة، وكلماتها مع دولتنا، مع وطننا، مع سوريا الحبيبة، اللهم آمين مسموعة. وكل الشكر لأيضاً القائمين في المستشارية الثقافية الإيرانية لما بذلوه من جهد الآن لهذه الندوة الفكرية الثقافية، والتي عنوانها دور المرأة في نشر ثقافة الاعتدال والمواطنة. وبداية، الفكرة الأولى التي أود أن أعرضها بتصحيح مفاهيم الإسلام للمرأة، وما أعطى الإسلام دورها الحقيقي للمرأة. فلو دققنا النظر لوجدنا بأن الإسلام هو الدين الحق الذي أعطى المرأة حقوقها كاملة. فلو عدنا إلى مراحل المرأة مع الأديان ومنذ العصور القديمة، فهيا نجول إلى المرأة في الهند. المرأة في الهند كانت تحرق، وفي اليونان كانوا يتحدثون فيقولون: ترى المرأة هي روح أم رجس من عمل الشيطان؟ وفي زمن الثورات الفرنسية كانوا يقولون بأن المرأة ليست إنسان بل ولا روح. وفي مصر أيضا كانوا يقولون بأنها كانت تقدم قربانا عند سنين القحط والجدب. وأما الإسلام عندما أتى فلقد كرمها، وأي تكريم، أعطت الأم كخنساء عصرها الولد
والثاني والثالث والرابع، ومن بيننا الآن من بين من دعوتهم أمهات على أرض الواقع قد عاشوا هذه المعاناة ضمن 7 سنين عجاب، وقفنا بكل صمود، علمنا فكر الاعتدال والمحبة للوطن ومعنى الوطن، فكنا على يقين بأن الانتماء والمواطنة الوطن هو الأم الثانية، بل الأم الأولى، وأم من تنجب الولد هي أمك الثانية. إذن الأم الأولى من هي؟ الأرض، سوريا، وطنك، قوميتك، هويتك، هذه هي الأم. إذن فانتماؤنا إلى وطننا، وقفت الأم السورية، نعم، في هذا الوطن الحبيب. كنت وأريد أن أتحدث عن معاناة المرأة السورية. أتحدث مرة كنت في لقاء مع إحدى الأخوات اللواتي كنا يحضرن في المساجد، المساجد التي تعلم الإنسان البناء، الإنسان السوي مع رب الأرض والسماء. فإحدى الأخوات أتت إلينا متأخرة، إذ بها تقول لي: أتسمحين لي أن أقترب إلى مكان المنبر وأنا أتحدث؟ قلت لها: ما الأمر؟ وأقول وبكل صدق وحقيقة ما حصل معنا على أرض الواقع وضمن هذه، لا أقول أزمة، بل حرب كونية وممنهجة باسم الدين، أرادوا أن يغزونا. فاقتربت مني هذه المرأة ومعها جوال، فقالت لي: أتعلمين ماذا حصل لي الآن؟ لكن أريد أن أنظر إلى من حضر معنا، وهي تقول: هنئوني هنئوني، فلقد أعطيت ولدي فلذة كبدي. قلت لها: ما أمرك؟ قالت: قد ربيت ولدي لنيل الشهادة وللتضحية ولكي يأخذ وسام البطولة ونيل الشهادة، فرن جوال ولدي منذ نصف ساعة. فقلت وأهرعت وهو يحارب مع الجيش العربي السوري في دير الزور، فنظرت واستبشرت وقلت: رقم ولدي، وأسرعت وقلت: أنظر، ألو، من على الجوال؟ إذ بي أسمع صوت رجل، وليس صوت رجل بل بصوت جرذان. قال له: أنت أمه، قولي له أن ماذا؟ أن ينشق عن الجيش العربي السوري وأن يضرب معنا. فقالت: أعطني ولدي. فأعطاها ولدها وقالت: يا ولدي، يا ولدي وطنك، يا ولدي هويتك، لو قطعوك إربا إربا إياك، وانتماؤك لعرضك هو دمك، هو لحمك، هو عرضك، هو شرفك. فما كان منه إلا أن قال: وطني لا أتخلى عنه. فقتلوه على مسمع من صوت أمه.